السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي. هنكمل مع بعض شرح يونت 6 ليسن 3 and 4. عندي هنا كلمات بلوج، بلوج مدونة إلكترونية، بلوج سايبر بولي، سايبر بولي يتنمر عبر الإنترنت، كومنت، كومنت تعليق، جوك، جوك يمزح أو نقطة أو مزحة، mindful أو mindful يقظ أو منتبه mindful، include يشمل mindfulness، mindfulness اليقظة، breathe يتنفس، feelings مشاعر، relax يسترخي. تاني blog، cyberbully، comment، joke، mindful، include، mindfulness، breathe، feelings، relax. يلا يا ريم. هنا complete the following sentence using the word in the box. عندي hot bath، الحمام الساخن او الدش الساخن، helps you to، بيساعدك انك انت تعمل ايه؟ relax، تسترخي. number 2، in and out slowly to be relaxed، يعني ايه؟ تنفس لداخل والخارج، يعني اشهق واصفر عشان تبقى مسترخي، يبقى breathe in and out. number 3، it's wrong to anyone، من الخطأ انك انت سايبر بولي، تتنمر على اي حد، يبقى ده number 3. people who always tell are funny، الناس اللي دايما بتخبر ايه او تقول ايه دايما مضحكة، طبعا هنا ايه؟ jokes يعني نكت. lesson 3، عندي هنا كلمة readers، قراء، جمع reader قارئ، readers، part جزء، part certain متأكد بتساوي sure، certain closed أو locked، closed أو locked يعني مغلق، تليفون، تليفون يتصل تليفونيا، life jacket سترة النجاة، realize يدرك، realize، hope، hope يأمل أو يتمنى، luckily لحسن الحظ، revise يراجع، waterfall شلال، engine محرك. يبقى تاني مع بعض، readers، part، certain، closed or locked، telephone، life jacket، realize، hope، luckily، revise، waterfall، engine. lesson 4، and the culture، ثقافة، culture، culture، deeply، deep عميق، deeply بشدة أو بعمق، afterwards، afterwards بعد ذلك أو فيما بعد، calmly، calmly اللي silent الأولى بهدوء، mind عقل، time table جدول مواعيد، breathing التنفس، health الصحة. ايه؟ اجري اجري، شوف لو مصدير وانت كنت تسمع الفيديو عايز حاجة رايقة تسمع. culture deeply afterwards calmly mind time table breathing health. عندي الـ studies these definitions، التعريفات. أول تعريف هو سايبر بولي. سايبر بولي يعني إيه؟ يتنمر على الإنترنت، say unkind or cruel things، تقول حاجات مش كويسة يعني أو قاسية about someone online، عن شخص ما عبر الإنترنت، include يشمل allow or want someone or something to be part of something، يعني تسمح أو تبقى عايز شخص أو شيء ما يبقى جزء من حاجة، joke يمزح، say something to make people laugh، تقول حاجة تخلي الناس تضحك، يبقى هنا ايه؟ joke زي laugh كده، breathe يتنفس، to take air in and out of your body، تاخد الهواء وتخرجه من جسمك، relax يسترخي، become more calm and less worried or make someone feel this، يعني تبقى أكثر هدوءا أو أقل قلقا or make someone أو تخلي حد يشعر بذلك، mindfulness اليقظة أو اللي هو ايه؟ being able to relax by calmly thinking about your feelings، يعني تبقى انت مسترخي كده وبتفكر في مشاعرك and what is around you as a woman، واللي حواليك يعني، تبقى انت بتحلم وانت صاحي. اسمع اليقظة. طيب communication، عندي دو اتست يقوم
يؤدي اختبار، لكن ينفع اقول ميكا تيست بس لما اكون المعلم. يعني انا معلم اقول لك اي ميك تيست، انا هعمل اختبار ليك، لكن انت دو تيست. هاف ريست يستريح، هاف تيست لدي اختبار. تشوز فريندز يختار الاصدقاء. جو هوم يذهب للمنزل. بلاي سبورت بلاي جيم يلعب لعبه يلعب رياضه. فيل بيتر يشعر بتحسن. دو بيتر يتحسن. طيب سينونيم اند انتونيم، عندي كويكلي بسرعه، فاست سريع، سلولي ببطء. فيوتشر المستقبل، تايم تو كام الوقت الجاي اللي هو المستقبل. باست الماضي، افتر بعد، نيكست التالي، بيفور قبل. كومفورتبل مريح، ريلاكسد برضه مريح او مسترخي. ابسط مضطرب او منزعج. مايندفول يقظ، اوور واعي. اناور unaware mindless يعني غير واعي. closed مغلق، locked مغلق، open او unlocked مفتوح. prefix والsuffix، عندي السuffix ness زي ما انت عارف بتحطها صفة عشان تجيب اسم زي sad sadness happy happiness happy mindful mindfulness. اللاحقة ly بنحطها على الصفة عشان تحول لظرف زي deep عميق deeply بعمق. جنرال نوتس، عندي هنا الفرق بكلمة بريز يتنفس، ده فعل بريس نفس ده اسم، بريسنج عملية التنفس. طيب هي فيل داون اند كونت بريز، هو وجع وما قدرش يتنفس. هي توك ا ديب بريس تو ريلاكس، خد نفس عميق لكي يسترخي. التنفس العميق از جود فور ريلاكسنج يور مايند اند يور بودي. جوك تنفع اسم وتنفع فعل. جوك معناها يمزح. He is joking. He is not serious. هو يمزح. هو مش بيتكلم بجد يعني. All people like him. كل الناس بتحبه. He always tells jokes. هو دائما بيقول ايه؟ jokes يعني نكات. طيب the important expressions and the proposition. Hurt badly. يؤلم بشدة. Breathe in and out slowly. يتنفس للداخل والخارج ببطء. Think deeply. يفكر بعمق. Feel better. يشعر بتحسن. Stay up late يسهر. Be friends with يكون صداقة مع. Say sorry يقول آسف. Write an unkind comment about يكتب تعليق مش كويس لي أو عن. Do badly يؤدي بشكل سيء. Share with يشارك مع. Part of جزء من. On social media على وسائل التواصل الاجتماعي. Turn into يتحول إلى. Reason for سبب لي. Kind to طيب أو عطوف مع. Revise for يراجع لي. Say sorry about يقول آسف أو حزين على. Stop from يمنح ويتوقف. Go into يدخل. طبعا حروف الجر مهمة. طيب نخش على الرول، القاعدة اللي عندي. هنسيب تدريبات الكلمات وبنرجع لها بعدين لما نكون حفظنا الكلمات. القاعدة اللي عندي هي ايه؟ التعبير عن الضرورة بس في الماضي، يعني كان من الضروري. زي ايه؟ احنا خدنا have to صح؟ و has to خدنا must. طيب هنا بقى ممكن بستخدم had to بس في الماضي، كان يجب ان. طيب had to دي بجيب قبلها ايه؟ الفاعل وبعديها المصدر. ناخد مثال. He had to stay up late last night to revise for his math test. كان يجب أن يسهر للامتحان الليلة الماضية عشان يذاكر، عشان عنده امتحان رياضة. يبقى هنا had to معناها كان يجب أن، ده تعبير عن الضرورة في الماضي. طب لما نجي ننفي بنعملها كان زي الماضي البسيط بالظبط. بجيب didn't have to، didn't have to قبلها الفعل طبعا وبعدها ايه؟ المصدر. كأنك بتتعامل مع زمن الماضي. I didn't have to do what my friend suggested. انا لم يكن يجب علي ان اعمل ايه اللي طلبوا مني اصدقائي. طيب صيغه السؤال بهل بتجيب did والفاعل و have to والمصدر. Did you have to go to the dentist؟ هل كان يجب عليك ان تذهب الى طبيب الاسنان؟ Yes I did. No I didn't. السؤال بقى استفهام، هتجيب اداه الاستفهام بعد كده did والفاعل و have to والمصدر. What did you have to do at primary school؟ ماذا كان يجب عليك فعله في المدرسة الابتدائية؟
طيب قال لك خلي بالك بقى اكسبريسنج ابيليتي اند انابيليتي، التعبير عن القدره وعدم القدره، بس فين؟ في الماضي. انا خدت ايبل تو قدر على، صح؟ وخدت كان يستطيع، يعني ايبل تو ام واز وار، ايبل تو بتساوي كان. طيب هنا بقى هعبر عن القدره دي بس في الماضي، فبتبقى ايه؟ ووز اوير ايبل تو، بعد كده المصدر. طب مثلا ما تعبير عن القدره في الماضي معناها كان قادرا على، فمثلا لما اخد مع ووز باخد اي وهي وشي وات، بعد كده ووز ايبل تو، يبقى لما اقول لك اي ووز ايبل تو سي سوري تو فوزي، انا كنت قادر ان انا اقول ايه؟ اسف لفوزي. اي ووز ايبل تو درايف ا كار، انا كنت قادر ان انا اقود سياره. وانا اي ووز تينت، لما كان عمري 10 سنوات. مثلا شي ووز ايبل تو بيل ان اورنج، هي كانت استطاعت او كانت قادره ان هي تقشر البرتقاله. وين شي واز 5، لما كان عندها 5 سنوات. طيب لكن وير بناخد معاها ضمائر الجمع زي وي ويو، بعد كده ايبل تو والمصدر. زي وير ايبل تو كاري ذا بوكس، هم كانوا قادرين على حمل البوكس الصندوق. طيب يو وير ايبل تو سويم، انت كنت قادر انك انت تسبح. وين يو واز يونج، عندما كنت صغير. طيب لما اجي اعمل سؤال، او هنا ما جابلكش طريقه اعمل السؤال، بس لما اعمل السؤال بهل بجيب ووز وير في الاول جنب الفاعل. طيب عند استخدم كود بدل من ووز او وير ايبل تو. يعني مثلا اقول لك ايه؟ وي كود سي ان اميزنج واتر فول، استطعنا ان احنا نشوف ان اميزنج واتر فول، شلال رائع. طب هنا المفروض يجيب لك جمله تدل ان هو الكلام ده كان في الماضي، فطبعا عشان هو مديك امثله مش موضح لك ان الكلام فين في الماضي. طيب قال لك لاحظ الاتي، استخدام ووز او وير ايبل تو مع افعال الحركه الحديثه عن القدره في الماضي. طيب تعال نشوف هنا بقى ايه النفي. قال لك wasn't able to او weren't able ايه بتساوي بقى couldn't، الاثنين على بعض كده، يعني wasn't able to او weren't able to بتساوي ايه؟ couldn't. طيب صيغه السؤال، مش جايب السؤال هو هنا بهل، صح؟ جايبه في could، في was او were able to. طب لما اجي اعمل السؤال بهل ببدا بكود، بعد كده الفاعل، بعد كده المصدر. Could you walk when you were 2 years? Yes I could, no I couldn't. طيب was I were able to، was I were بعد كده الفاعل، able to المصدر. Was he able to swim in the pool? Yes he was, no he wasn't. طيب كمان السؤال بقى استفهام، هتجيب آلات الاستفهام. لو هنسأل بكود بجيب كود بعديها، بعد كده الفاعل، بعد كده المصدر، زي what could you do last weekend، ماذا استطعت ان تفعل في عطلة نهاية الاسبوع الماضي. لكن لما اسأل بable to بجيب آلات الاستفهام، بعد كده was or were، able with or where والفاعل، وable to والمصدر. طيب الامثلة هتبين لك اكتر، وتعالى نشوف اول مثال مع بعض. I'm sorry I can I am able to come on time yesterday، هو قال لك هنا yesterday، صح؟ ممكن انت هو هنا عايز ايه؟ was able، was able ينفع تاخد كود، هو ينفع تاخد كود بس لو ما كانش عندك تو، صح؟ يبقى هنا ايه؟ was able. نمبر 2 كود ماهر، طبعا كود والفاعل والمصدر، يبقى ايه؟ اسود. Number 3 my mother told me that I not able to speak until I was about 4. طيب هنا wasn't، طب ليه wasn't؟ ليه مش am not مثلا؟ عشان قال لك until، وفي was ثاني في الجمله كده، الجمله في الماضي، يبقى I wasn't able to. Number 4 ايه؟ تو موجوده، ماشي. Number 4 mother have to buy more ice cream because we didn't have enough. هو خلي بالك انت ممكن تطلبها تاخد has to هنا، صح؟ ممكن تقول اي my mother عشان mother مفروض تاخد انت has، لكن انت لو كملت باقي الجمله في جمله في الماضي we didn't have enough، ما عندناش اكتر، يبقى هنا ايه؟ had to. ايوه had to، كان يجب ان تشتري ارز اكتر عشان we didn't have enough، ما عندناش ايه؟ كفايه. نمبر 5 last Thursday، الخميس الماضي، was a holiday، كان اجازه، so I not have to go to school، يبقى ايه؟ didn't have to، didn't
have to. Number 6, طارق have to go to the dentist yesterday because his tooth hurt. Yesterday أمس يبقى هنا had to. اضطر ان هو يروح ليه للطبيب عشان أسنانه تقول أمه. Number 7, I didn't have to done. يبقى خليه do. Number 8, it was very windy. الجو كان عاصف. So please, عشان كده الطائرات بلين زي جامع يبقى ايه weren't able to. لم تكن قادرة ان هي تغادر المطار. Number 9, because it was foggy. عشان الجو كان foggy ضبابي. In the morning, في الصباح, I could see the road well. يبقى couldn't. لم استطع رؤية الطريق جيدا. Number 10, my brother able to fix the computer yesterday. yesterday أمس. يبقى ايه was able to. ما ينفعش يجيب able to لوحديها, لازم قدامها ايه was aware. was able to. Number 11, sorry mom I wasn't able to do. told mother to do to do the shopping because the shops were closed when I got there. Number 12, at the age of 2, في عمر الثانية, my sister weren't able to ride a bike. طبعا my sister مفرد يبقى ايه wasn't. Number 13, the girl didn't has. يبقى didn't ايه عشان didn't بعدها المصدر يبقى didn't have. Are your sister able to swim when she was 6? طب هو خلي بالك اهو, ينفع اقول is؟ ما ينفعش عشان عندك جملة في الماضي. اداك تكمله هنا اهو, فاهمني ايه؟ يبقى هنا ايه was. Number 15, what you able to do when you were young. طب ده سؤال, قلنا في آلة الاستفهام بعدها was او where. يبقى what were you able to. طيب number 16, yesterday I had to take. عشان had to بعدها المصدر. Number 17, we have to walk to the museum because there wasn't a bus. ما كانش فيه اوتوبيس. يبقى had to, اضطرينا اللي احنا نمشي الى المتحف. Number 18, they are able to ride a bike when they were young. يبقى زي ايه where. طيب number 19, it wasn't necessary. ما كانش ضروري. I don't have to go by car. طيب يبقى هنا اخد ايه didn't. ليه خدت didn't ماضي؟ عشان في الجملة قولها لك it wasn't, لم يكن من الضروري. طيب نكمل بعدين.